مبدئيا وبعدين كل زمايلي محدش هيزعل مني خالص، انا عارف انهم مش هيزعلوا مني. اي حد في نيته انه طالع للواجهه، احنا عندنا فاضل التنازلات الاسبوع اللي جاي. اي حد في نيته طالع يعمل بلمين، يعمل بلمين، اعرف ان ده عند الراجل. في فاضل التنازلات ان شاء الله من يوم الاحد، من يوم الاحد ليوم الثلاث بامر الله. اللي فاهم كده، اللي فاهم كده اقسم بالله العظيم اثر على نفسك معايا، واكتفي بانك تخرج وتتنازل للشرفاء، لانك هتخرج من معايا بشكل مش حلو. بالظبط. اللي هيفكر معايا انه داخل يعمل اي مصالح هيخرج بميراث سيء لعيلته.